طب بصراحة كده، إيه اللحظة اللي أنت حسيت إن أنا قلت يا ريتني كنت في الملعب ساعتها؟ لا، هي لحظة إن أنا أكون موجود في كأس العالم وأجواء كأس العالم، لأن دي الحاجة اللي أنا ما شاركتش فيها. ما لا، لحظة محددة، كورة معينة. ما أعتقدش إن إحنا في كأس العالم جات لنا فرص على الجون غير بأثناء مباراة السعودية. ما أعتقدش، يعني مباراة السعودية هي المباراة الوحيدة اللي كان فيها، كان مباراة مفتوحة عندنا فرص إن إحنا نقدر نسجل فيها أهداف، لكن المباراتين التانيين ما كانش فيه فرص خالص، يعني ما كانش فيه فرص، ما كناش بنلعب على المرمى خالص. يمكن مباراة السعودية كانت الأنسب وكانت الأوقع. يعني أول ماتش ما كانش فيه فرص خالص؟ ما أعتقدش، على ما أعتقد إن إحنا ما يعني كنا بندافع بشكل كويس، أدينا الناحية الدفاعية بشكل كويس جدا، لكن ما كانش لينا أي شكل هجومي خالص. يعني ما على ما اعتقد، على ما اتذكر، يعني ما كانش فيه اي حاجه هجوميه خالص. نفس قصه مباراه تانية مع روسيا، على ما اعتقد ان احنا برده ما كانش لينا اي شكل هجومي. بس مباراه السعوديه هي المباراه اللي قدرنا نوصل فيها ونسجل فيها. في نهائي كاس الامم الافريقيه ما حسيتش ان انت كان، لا انا كنت لازم اكون موجود؟ شيء طبيعي، كان نفسي اكون موجود، والمنتخب كان بيحقق نتائج وبيكسب، لكن في الاخر احنا لو بصينا المنتخب سجل 3 اهداف بس على ما اعتقد في كاس الامم الافريقيه، يعني صعد للنهائي وخسر النهائي وهو مسجل 3 اهداف، فدي نسبه قليله جدا جدا ان منتخب يوصل لنهائي كاس الامم الافريقيه مسجل، مش فاكر 3 اهداف او 4 اهداف، لكن دي نسبه ضعيفه جدا. من وجهه نظرك كده ان كوبر بيقدم كره عقيمه؟ بيقدم كرة، مش الكرة اللي بيحبها الشعب المصري، مش الكرة اللي بيتمناها الجمهور المصري. الجمهور المصري بيحب يستمتع بالمنتخب، بيحب يستمتع باللعيبة اللي موجودة في الملعب، لعيبة تظهر إمكانيات، لكن في الآخر هو في كأس الأمم الأفريقية حقق النتيجة، نوصل لنهائي كأس الأمم، وصلنا كأس العالم. بالظبط، فهو حقق النتيجة اللي تتحسب له طبعًا، ما حدش يقدر يلوم أي حد على طريقته. أنا ما أقدرش ألوم مستر كوبر على طريقته إنه كان بيدافع، لأن في الآخر كان بيكسب بيها. وما اقدرش اقول كابتن حسن شحاته بيغامر فبيهاجم، فكان بيكسب بيها، فخلاص. فكل واحد له وجهه نظر، ممكن نتفق نختلف، لكن ما نقللش من امكانياته خالص. وما تقدرش تلوم الكابتن حسام البدري ان هو لما كان بيقعدك بقى بره، مش هلومه نهائي. ما ده اللي انا بقوله، انا قلت كابتن حسام البدري ما اقدر، انا مشكلتي عدم الوضوح والتلكيك بس، ان كان ما كانش فيه وضوح لوجود عماد متعب، وما كانش فيه وضوح عماد ليه دور ولا ملوش دور، والتلكيك اللي كنت بشوفه ان اي موقف لعماد ما بيعديش، مع ان في موقف كتيره جدا لناس تانية كانت بتمر مرور الكرام. بس هي دي النقطه، يعني عماد لو النهارده ما اتمرنش تمرينه واحده، لا ممكن اخرج بره السكور 10 ماتشات وراه، اصل انت كنت عيان، مع ان في لعيبه تانية كانت بتبقى مصابه وبتنزل الملعب وهي يعني فرص وجودها 50-50، وكان بيبقى موجود في الملعب وبيلعب علشان اللعيب هيلعب، لكن انا ماليش دور. بس هي دي النقطه، يعني هي دي الفكره. وعشان اوضح بس نقطه، عشان الناس ما تفتكرش ان عماد بيقول ان النادي الاهلي بيذبح اولاده ولا خالص، انا ما قلتش الكلام ده وما بقولش الكلام ده. احنا فاصلين تماما، مجلس الاداره بيفصل تماما قرار الجهاز الفني، هو الاول والاخير للجهاز الكوره.